كان إلي شرف اليوم استقبل الأخ عزام الأحمد موفد بن الرئيس عباس وسعادة السفير سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وكانت فرصة مناسبة تستعرضنا الوضع بلبنان بفلسطين وبالشرق الأوسط ككل. فيني يقولوا أنه نظرتنا للأمور تقريبا 100% مثل بعضها، إن كان بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكيفية حلها، أو بما يتعلق بلبنان وأوضاعه، أو بما يتعلق بالأمور بالمنطقة. بهالمناسبة بدي ركز على نقطتين فقط لا غير. أول نقطة هو أنه الإخوان بالسلطة الفلسطينية رأيهم مثل رأينا تماما كاللبنانيين، كجميع اللبنانيين، بما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين. هن بانتظارهم على حر من الجمر للعودة إلى أرض فلسطين التاريخية، وليس لديهم أي خطط أخرى أو أي تفكير آخر. بما يتعلق بما يسمى صفقة القرن، كلنا سوا متفقين أنه صفقة القرن ولدت ميتة، ولا ممكن أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي تبلش بالتسليم بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو بالتسليم بضم إسرائيل لهضبة الجولان. عدا عن أنه القضية الفلسطينية منا مسألة اقتصادية، ولا نشأت من مشكلة اقتصادية، هي قضية وطنية بالدرجة الأولى. مشان هيك كان في تفاهم تام. شكرت الأخ عزام على زيارته، سعادة السفير، حملتم أطيب التمنيات للرئيس محمود عباس، والطريق قدامنا بعد طويلة. أهلا وسهلا أخ عزام، بالتوفيق إن شاء الله. يعني تشرفنا بلقاء الدكتور جعجع، يعني وتربطنا صداقة وطيدة مع الدكتور سمير جعجع، نقلنا تحيات الرئيس أبو مازن وإخوانه في القيادة الفلسطينية للدكتور سمير على المواقف الصادقة التي تتخذها القوات اللبنانية في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه كاملة وفق الشرعية العربية والدولية، والحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. فعلا كنا متطابقين بالكامل في تشخيص ورؤية الأمور، سواء ما يدور من تحركات سياسية خاصة من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالشأن الفلسطيني والعربي، أو في ما يدور في المنطقة عموما، الذين يحاولوا تمزيق وحدة الصف العربي وتمزيق الأمة العربية وعدم تمكينها من الاستقرار والسلم والتقدم والبناء من خلال ما تمتلكه من ثروات هائلة يجب أن تستخدم في الاتجاه الصحيح نحو الازدهار الحقيقي لهذه الثروات، وليس ازدهار على الطريقة الأمريكية، بيع فلسطين وبيع الحقوق العربية. يعني كان هناك تقدير نقلناه للدكتور على هذا الإجماع اللبناني الرسمي والشعبي بكل فئات الشعب اللبناني حول رفض ما يسمى بصفقة القرن، رفض المحاولة التي جرت في ورشة المنامة الاقتصادية لابتزاز العرب بأموالهم ليوطنوا الفلسطينيين هنا وهناك. وكما قال الدكتور، نعم
فلسطين وطن الفلسطينيين كما هي لبنان وطن اللبنانيين، والأردن وطن الأردنيين كما هي فلسطين وطن الفلسطينيين. لا نقبل إطلاقا أي بديل عن ذلك، ونحن موحدين. وكان لموقف لبنان في مقاطعة ورشة البحرين يعني دور ساند بقوة المقاطعة الفلسطينية التي هي أساس إسقاط صفقة القرن وإسقاط أي تفرعات مثل ورشة المنامة حتى لو كان هناك تفرعات جديدة. أيضا شكرنا الدكتور سمير على رأي حزب القوات اللبنانية في الحوار الفلسطيني الحزبي اللبناني، يعني معاملة الفلسطينيين في لبنان، فهم ضيوف لدى أشقائهم اللبنانيين، لهم حقوق يعني زي أي إنسان. وبالتالي تفهم حزب القوات اللبنانية أنا برأيي حول هذا الموضوع موقف يحتذى به، لا يوجد شيء نختلف عليه إطلاقا. ونعد الدكتور سمير جعجع كما قال صمود الفلسطينيين في أرضهم هو الضمانة لإنهاء صفقة القرن وإلى الأبد، وأمثال أخرى قد تطرح ما دام الفلسطينيون صامدون في أرضهم في وطنهم متمسكين بحقوقهم. شكراً.